مفاهيم اللي هي concepts أو كلام عن الـ object oriented programming. نبدأ بكلمة object نفسها. object شنو يعني؟ أي حاجة حولك هي object. أنت object. الكنبة اللي قدامك object. الكرسي قاعد فيه object. الكمبيوتر object. القاعة object. طيب الـ object شنو؟ كل حاجة عندها حاجتين. الـ object عنده حاجتين. اللي هي الصفات. صفات يعني مثلا ممكن اقول فلان ده طبيب او فلان ده سمينة. دي صفة. دي صفة. الصفات ممكن يكون الطول، الوزن، العمر، اللون، كل دي صفات في الكائن. الحاجة الثانية في الاوبجيك هي الحاجة اللي بيعمل الاوبجيك. يعني انت كطالب بتمشي تتكلم، دي actions اسمها actions. يفضل objects عنده صفات وعنده actions. لما نقول object oriented يعني أنا هشتغل هستخدم الobjects في البرمجة. كلمة object oriented programming يعني أنا هأبرمج كل حاجة في شكل objects كائنات. ده باختصار معنى object oriented programming. طيب البروجرام او البرنامج اللي بنكتبه كاوبجكت اورينتد بيتكون من انتراكتنج اوبجكتس. يعني انا لما نكتب برنامج في الاوبجكت اورينتد بروجرام الكائنات دي بتعمل انتراكت مع بعض. يعني ما بجي اكتب برنامج كل حاجه برا. لا، لو انا عايز اعمل برنامج عن الطالب معناه حاخذ بيانات الطالب، الحاجات اللي بيعمل الطالب، ممكن تكون اوبجكت، القاعات ممكن تكون اوبجكت، كل حاجه بتنتراكت مع الطالب هي اوبجكت. وبالتالي بقدر اعمل برنامج يتكون من عدد من الاوبجكت تعمل انتراكت مع بعض. والاوبجكت زي ما قلنا بتكون من حاجتين، داتا و operations. data operations. ال operations احيانا بسميها actions. يعني ال operations الحاجه اللي بتعمل ال objects، وال data هي صفات ال objects او بيانات ال objects. ال operation عاده في ال objects اللي بعملها في الكودينج هي بتشتغل على ال data بتاعت ال objects. هنجي نشوف طبعا عملي بعدين فيما بعد. الان نحن هنفهم ال concept. ناخذ مثال الستودنت، الطالب هو اوبجكت. ممكن يكون عنده داتا زي شنو؟ اسم الطالب والجندر، الجنس هل هو ذكر ولا انثى، والبيرث ديت تاريخ الميلاد، والهوم ادريس عنوانه حق البيت، تليفون نمبر حقه، عمره. دي كلها داتا بتاعت الاوبجكت ستودنت، هي الداتا حقته. فانا في الاوبجكت اورينتد بروجرامنج لما نعمل كلاس اسمه ستودنت باخد جواه المغيرات دي كلها اللي بتخص الطالب، كلها بتكون داخل الاوبجكت. يعني لما نتكلم مع ستودنت اوبجكت معناها فيه الحاجات دي كلها كداتا. والاوبريشنز الاوبريشنز اللي بتشتغل مثلا assigning and changing this data. يعني مثلا من الاوبريشن اللي بيعملها على الستودنت انه الطالب ممكن مثلا عنده داتا اسمها grades، فكل ما يجي سمستر بعدل الداتا دي بعملية اسمها مثلا change grade أو add grade للطالب. يبقى دي العمليات اللي بتتم على الطالب، إنه أضيف له درجات، أضيف إنه مشى للسمستر الثاني، أغير من كام في سمستر 2، أعمل في سمستر 3. دي كلها شنو operation بتتم على الكائن الأوبجكت. طيب نجي لمصطلح ثاني. الآن كل كلامي كان عن كلمة اسمها object kind.
هاجي اتكلم عن حاجه ثانيه اسمها كلاس. الكلاس شنو؟ جوا اي برنامج بنعمل instructions عشان ننشي objects. جوا اي برنامج بنعمل instructions عشان ننشي objects. في الكمبيوتر عشان تقدر تعمل object ورا نتكلم في الكمبيوتر عشان تعمل object الانستركشن حقتك بتكون شنو؟ انك تعرف حاجه اسمها كلاس. يعني الاوبجكت نفسه ما بيجي الا اعمل كلاس. الكلاس ده هو يشبه التايب زي اللي درسته في البروجرامينج، هو انه تعمل اي ان تي اكس. اي ان تي دي شنو؟ لما نكتب اي ان تي اكس معناه انتجر، يعني اكس من النوع انتجر. الانتي دي زيها بعمل حاجة اسمها كلاس، وزي طريقة انتي اكس ممكن انا اعمل اوبجكت سميته student فاكتب student x، معناها x ده اوبجكت من النوع student. student هو كلاس انا عملته، يعني الكلاس انا اللي بنشئه وبكون منه وبعدك بعمل منه اوبجكت. الاوبجكت اللي بنشئها من الكلاس دي بسميها instance. اسمها شنو؟ instance. يبدا الكلاس. الكلاس لو انا عايز اعمل object باخد في الكلاس بنشي الكلاس فيه الصفات بتاعت الاوبجكت والاوبريشن اللي بيعملها الاوبجكت كلها اعملها في كلاس. بعدك من الكلاس اطلع متغير هو يكون شنو؟ الاوبجكت. ممكن اطلع 10 متغيرات من نفس الكلاس او 20 او 100 حسب ما عايز انا. يبقى النوع بتاع الاوبجكت بعمله في حاجه اسمها الكلاس، والمتغير اللي بيطلع من الكلاس ده بسميه انستنس، وهو كون الاوبجكت اللي استخدمه داخل البرنامج. اذا الاوبجكت بنسميه انستنس اوف كلاس. الاوبجكت بنسميه انستنس اوف كلاس. واي كلاس، اي كلاس انا عرفته ممكن انشئ منه عدد من الانستنس زي ما داير، وكلهم بيكونوا بيشبهوا بعض. يعني انا الكلاس ده عملت كلاس اسمه ستودنت، فيه الستودنت نيم، فيه الايج، فيه الجريد، فيه كذا فيه كذا. لما نعمل اوبجكت، الاوبجكت ده بيكون فيه الحاجات دي كلها. عملت اوبجكت ثاني، الثاني برضه بيكون فيه نفس الحاجات. فلو انا داير اتعامل مع مثلا انا عندي 10 طلاب، فلو عملت ما هعمل كلاس للعشرة طلاب بكل طالب كلاس، وانما اعمل كلاس واحد فيه صفات الطالب ثابتة، وبعد ذاك انشي اوبجيك مثلا اسمك منو؟ ها؟ محمود. بنشي من ستيودنت اوبجيك اسمه محمود، باخذ فيه شنو؟ معلومات محمود. وانشي اوبجيك ثاني اسمه عمر، باخذ فيه صفات عمر، وهكذا. يبقى دي الفكره بتاعت الاوبجكت. طيب النقطه دي مهمه جدا هنا لما تجي في البرمجه. الكلاس must be defined، يعني لازم انت تعرف الكلاس في البدايه قبل ما تعمل شنو؟ قبل ما تنشي الانستنس او الاوبجكت. يعني ما ممكن تجي تنشي اوبجكت وانت لسه ما عرفت الكلاس، هتنشئه من وين؟ فدي نقطة مهمة. أنا ما بقدر أعمل أوبجكت لو ما عملت كلاس، فأنا بعمل كلاس وبعدها بقدر منه أنشئ إنستنس أو أوبجكت من الكلاس. نجي لنقطة ثانية اللي هي حاجة اسمها المسج والميثودز. الميثودز أي كلاس أو أوبجكت قلنا بيعمل أوبريشن، بيشتغل شغل. أي عملية انا عايزه تتعامل داخل الكلاس او الاوبجكت بسميها ميثود. يعني الميثود شنو؟ داله بتعمل شغل. موجوده وين؟ موجوده جوا الكلاس او جوا الاوبجكت. والمسج هي شنو؟ المسج انا لو عايز الاوبجكت ده ينفذ لي ميثود معين برسل له مسج.
المسج معناه شنو؟ بكتب مثلا لو عندي اوبجكت اسمه محمود وفيه اد جريد او مثلا اي معلومه اد جريد، فبرسل مسج اقول له محمود دوت اد جريد، فالاد جريد دي رساله ترسل للاوبجكت محمود عشان ينفذ الميثود اسمه اد جريد ويرجع لنا دي. يبقى المسج ارسال للاوبجكت انه نفذ حاجه، والحاجه يكون بنفس الاسم، يعني المسج بيكون اسمها زي اسم الميثود الموجود هناك في الاوبجكت، والميثود في الاوبجكت بنفذ الحاجه وبتطلع النتيجه زي ما ظاهر هنا في الرسمه دي. مثلا انا عندي هنا اوبجكت اسمه روبوت، فرسلت رساله اللي هي اسم الميثود اسمها شنو؟ get maximum speed. لازم يكون في الروبوت في ميثود اسمه بالاسم ده اسمه get maximum speed، لازم يكون في اسم زي ده، لو ما في اسم ما هتنفع الرساله. فالروبوت هيستلم الرساله دي هيرجع لي شنو؟ قيمه بالماكسيمم سبيد اللي بيشتغل بها الروبوت. دي فكره المسج مع الميثود. تعال نعيد، الكلاس هو النوع، الاوبجكت هو الانستنس، جوا الكلاس او الاوبجكت بيكون في ميثود، الميثود بتعمل اكشن على الداتا. انا لو داير انفذ الميثود درست رساله للاوبجكت اقول له نفذ الميثود باسم الميثود تديني النتيجه، او بتتم تتنفس هناك اذا ما فيها قيمه راجعه في الصوره دي. نجي للدلتا تايب. نحن تكلمنا عن الميثودز في الاوبجكتس والكلاس، يعني بيعمل شنو الكلاس، بيعمل شنو او الميثود بيعمل شنو. الان عايز نتكلم عن جوا الكلاس او الاوبجكتس الداتا الموجوده شنو، زي محمود الداتا اللي جواه في اسمه عمره السمستر اللي بقرا فيه، دي كلها داتا. طيب الداتا دي فيها داتا ممكن تكون كونستنت وفي داتا متغيره، فهنا في الشكل ده في الرسم هنا ده لاحظوا انا عندي فوق المربع اللي فوق ده اوبجكت اسمه اكاونت، فيه متغير اسمه شنو؟ اها هنا متغير اسمه شنو؟ مينيمم بالانس او اقل بالانس موجود، ده في الاكاونت. وتحت في ثلاثه اوبجكت، الاوبجكت الاول على الشمال ده مثلا نقول حق محمود، واللي بعده حق عمر، واللي بعده حق منو ثاني؟ واحده. فبيكون كله اذا كان في الدوران او في الاوبجكت او الكلاس هنا في معلومه، كل اوبجكت لشخص معين عنده نفس النسخه من الكلاس، لكن ثلاث ادوار مختلفه عن باقي الناس. يعني محمود اوبجكت من الستودنت هيكون عنده اسمه بداوة محمود، عمر عنده اسمه هنا محمود، مثلا محمود عنده درجات من درجاته هنا، جاب مثلا شنو في سمستر 1، عمر عنده هنا جاب شنو في سمستر 1، فكل موجب هو نفس الصفات نفس الداخل، لكن القيمة الجمهورية تخص كل موجب تخص الاوبجيكت. محمود اوبجيكت عنده بيانات اللي بتخصه، عمر اوبجيكت عنده بيانات اللي بتخصه. يبقى الداتا نفسها واحدة، لكن جواها الفاليوز تختلف من اوبجكتس لاوبجكتس ثانية. فيبقى الداتا فاليو في الكلاس او في الاوبجكتس هي بتكون بتمثل الانفورميشن حقت الاوبجكت نفسه اللي بتخص الاوبجكت ده. لو جينا نتكلم عن الفاريبلز عامة، المتغيرات سواء كانت جوا كلاس او جوا اوبجكتس او عامة، كلمة متغير معناها حاجة قيمتها ممكن تتغير، وفي حاجة ثانية اسمها الكونستانت. الكونستانت يعني حاجة قيمتها ثابتة. مثلا لو انا في الاوبجكتس بتاع محمود ممكن اخلي تاريخ الميلاد بتاع محمود شنو؟ كونستانت، لانه ما بيتغير، ما حيردوا في يوم ثاني، خلاص تاريخ ميلاده ثابت. فبدل ما اعمل متغير لتاريخ الميلاد ممكن اخليه شنو؟ كونستانت ثابت. سنه دخوله الكليه ممكن تكون كونستانت،
خلاص هو دخل سنة كده ثاني واحد يدخل ثاني هيتخرج صح؟ فيبقى يبقى الـ variable القيمة فيه ممكن تكون متغير، فأنت لما تيجي تنشي متغير variable معناه أنت بتتوقع إنه الـ عملت integer x متوقع إنه x ده قيمته كل مرة تتغير، مرة تجي فيه قيمة كده مرة كده مرة كده، مثلا زي السيمستر اللي بيقرا فيه الطالب ده الكرنت سيمستر هيكون متغير، اللي يكون طالب بليد يكون ثابت طول السنة طول الأربع سنين يكون في سيمستر 1 بس، لكن عادة الكرنت سيمستر بيتغير، فيبقى الفاريبل في الكرنت سيمستر بيكون فاريبل، لكن الديت اوف بيرث هيكون شنو؟ كونستانت. طيب ده الفرق بين الكونستانت والفاريبل. أيضا هنا مثلا أمثلة للكونستانت، لو أنا عندي حساب في البنك، واحد من الحاجات الكونستانت انه الاوبننج بالانس، انت فتحت الحساب بكم؟ ما هو فتحت الحساب بقيمه، القيمه دي خلاص انت فتحت الحساب وانتهى وكانت فيه قيمه فلانيه، ما حتفتح حساب مره ثانيه لانه اتفتح وما حتغير القيمه بتاعت الاوبن بالانس لانها اصلا ثبتت. فالاوبن بالانس هي كونستانت، فبتلقى قدامه نحن كاتبين شنو؟ فروزن. كلمة فروزن دي يعني كونستانت، يعني جامد من الفريزر، فروزن ما متغير ثابت. لكن الكرنت بالانس الآن عندك كم في رصيدك في البنك ده شنو؟ كونستانت ولا فيريبل؟ فيريبل، لأنه ممكن تودع ممكن تسحب فبيتغير. يبقى ده مثال للفرق بين الكونستانت والفاريبل في بعض الاوبجكتس زي الاكونت بانك. طبعا انا لما اشتغل بالاوبجكت اورينتد بروجرامينج، لو داير اشتغل سيستم على الطلاب بعمل كلاس اسمه ستودنت، بعمل كلاس اسمه رومز القاعات الدراسيه، بعمل كلاس لاب. لو داير اشتغل على بانكينج سيستم بيكون عندي كلاس اسمه اكونت، كلاس كاستمر، كلاس بانكس، وهكذا. نجي لآخر حاجة في الـ Object Oriented Programming من الصفات المهمة جدا، حاجة اسمها الـ Inheritance. كلمة Inheritance بالعربي معناها وراثة، وراثة. طيب معنى وراثة في الـ Object Oriented Programming شنو؟ ببساطة معناها أنا عايز أعمل مثلا، ناخذ مثال، عايز أعمل Two Classes. التو كلاسز ديل كل كلاس فيه 10 صفات، الكلاس الاول فيه 7 صفات تشبه السبع صفات في الكلاس الثاني، فيا اما الطريقه التراديشنال بدون ما استخدم الانهيرتنس بعمل كلاس A واكتب جواه ال 10 فاريبلز بتاعتي، واعمل كلاس ثاني جديد اسمه B واعمل فيه ال 10 فاريبلز، مع انه في 7 هنا بيشبهوا 7 هنا. الطريقه الثانيه لو دير استخدم الوراثه بعمل كلاس واحد بيكون هو الاب، بضع فيه شنو؟ السبعه المتشابهه، يعني بعمل كلاس اسمه فاذر مثلا اخذ فيه السبعه المتشابهه، واعمل كلاس A فيه بس 3 صفات واقول له ارد السبعه من الاب من فاذر، واعمل كلاس B اخذ فيه بس 3 صفات المختلفه عن A واقول له السبعه الباقيه تجيبها من وين؟ من ابوه من الفاذر. كده اختصرت شنو؟ اكرر السبعه مرتين. ولاحظ لما انا اكون شغال في الاوبجكت اورينتد بروجرامينج ممكن يكون عندي عايز اعمل 10 او 100 كلاس متشابهين في صفات، لما اختصر السبعه في 10 كلاس يكون اختصرت 70 فاريبل حكتبه. يبدا الوراثه من اهم الحاجات تخليني اكتب efficient program، بروجرام متميز. ميزه ثانيه غير انه بيختصر التعديل، السبع صفات دي لو انا عايز اعدلها وكانت ما في وراثه همشي اعدلها في كل الكلاس، لكن لما تكون موجوده بس في الكلاس الاب اسمه السوبر كلاس او اسمه البيز، فبمشي اعدل بس السبعه في البيز وبتعدل للغايه في الباقيين لانهم كلهم بيرسوا
الصفات بتاعت الاب او بتاعت السوبر كلاس. ومن المصطلحات اللي بتلاقيك له انه ممكن يسموه سوبر كلاس وتحته البيت ويسموه سب كلاسز، او بيسموه البيت وتحته بيسموه درايف كلاس. وحنلقى انه الانهيرتنس من الحاجات اللي بتسهلين البرمجه في الاوبجكت اورينتد بروجرامينج. ده مثال للانهيرتنس كلاس اسمه اكاونت. ف مثلا لو جاي تفتح حساب في البنك، ممكن تفتح حساب مثلا ادخار او حساب جاري. طيب الحساب الادخار والحساب الجاري الاثنين بيشبهوا بعض في حاجات كثيره وبيختلفوا في حاجات بسيطه. فانا الكاستمر بعمل فوق اعمل كلاس اب او سوبر كلاس اسميه اكاونت بالحساب. ولو جيت افتح ادخار بعمل انهيرتنس صفات الاكاونت واضيف الحاجات اللي بتخص حساب الادخار تحت هنا. لو دير اعمل حساب جاري بعمل وراثه للاكاونت واضيف الحاجات اللي بتخص الوراثه الحساب الجاري فقط. يبدا الاختلاف بين الادخار والحساب الجاري يكون في السب كلاسز، والحاجات المشتركه بيناتهم حتكون في البعض. وممكن الوراثه تكون في ليفل، يعني ممكن هنا عندي كلاس ستودنت في بياخذوا منه كلاسين اللي هو الجرادويت والاندر جرادويت، يعني الطلاب العاديين وطلاب ناس الدراسات العليا، الاثنين هم ستودنتس. فالصفات المشتركه بيناتهم بتكون في الكلاس ستودنت. لما نجي للسب كلاس اللي اسمه جرادويت اللي هم ناس الدراسات العليا، ممكن انشئ منهم سب كلاسز اللي هي ناس الماسترز، ناس الماجستير. ناس الدراسات العليا برضه بيشتركوا في صفات، لكن ناس الماجستير عندهم صفات بتخصهم، وناس الدكتوره عندهم صفات بتخصهم، وناس اللو مثلا عندهم صفات بتخصهم. فبنشي سب كلاسز للدراسات العليا. وفي الجرادويت الطلاب زيكم كده بيكون برضه في مثلا هنا شنو؟ ريزيدنت و الثاني شنو ما شايفه. المهم الجرادويت ممكن يكون مقيم، طالب مقيم او يكون النوع الثاني. فدي فكره باختصار فكره انه كيف اعمل انهيرتنس. ممكن يكون انهيرتنس لليفل واحد، ممكن يكون لعده ليفل زي الشكل ده. اذا الوراثه تعتبر باورفول تولز، من التولز الباورفول اللي بتمكنني من كتابة برمجة متميزة. هنجي نشوف الكودينج بعدين في الجافا كيف نستخدم الوراثة. فبتمكننا انه نعمل ديفلوبمنت لكومبلكس بروجرامز، برامج معقدة كبيرة نقدر نستخدم الوراثة في الشغل ده. الآن كده انتهينا من المفهوم بتاع الأوبجكت أورينتد بروجرامز.